بشكل مفاجئ المغرب يوجه رسالة عاجلة إلى روسيا. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوك، إن شاء الله تكونوا بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا جماعة، بهذا الفيديو راح نشوف الرسالة العاجلة التي أرسلها المغرب إلى روسيا وماذا جاء فيها، وأيضا عنا موضوع هام اتفاقية هامة جدا تم التوقيع عليها بين المغرب والاتحاد الأوروبي. قبل ما ننتهي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نشوف. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ المغرب يستضيف مؤتمر الفاو الإقليمي لأفريقيا في العام 2024. يحتضن المغرب المؤتمر الإقليمي القادم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لأفريقيا المقرر عقده بعام 2024. وأوضح بلاغ لسفارة المملكة في إيطاليا أن مؤتمر الفاو الإقليمي 32 لأفريقيا الذي يعقد في مالابو خلال الفترة ما بين 11 و14 أبريل صادق على ترشيح المغرب لاستضافة مؤتمر الفاو الإقليمي القادم لأفريقيا في العام 2024، وسيمكن هذا الحدث من تعزيز التعاون بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة والدول الأفريقية من أجل رفع تحديات المنطقة في مجالات الفلاحة، التنمية القروية والأمن الغذائي. ويشرف المؤتمر الإقليمي على إجراء مشاورات رفيعة المستوى من أجل تشخيص المشاكل المحددة للمنطقة والرهانات ذات الأولوية والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في بلورة برنامج العمل والميزانية لفترة سنتين التالية، وبهدف ملائمة الأهداف طويلة المدى للمنظمة مع احتياجات المنطقة. ويمكن للمؤتمر الإقليمي تقديم توصيات إلى الدول الأعضاء في المنطقة وإلى المؤتمر المجلس المدير العام وعن طريق المدير العام للجنة الاقتصادية لإفريقيا والأمم المتحدة. هذا ما أعلنت عنه سفارة المملكة المغربية في إيطاليا منذ ساعات معدودة. المغرب يستضيف مؤتمر الفاو الإقليمي لأفريقيا بعام 2024. ما نراه الآن موضوع هام للغاية، ودعونا ننتظر هذا الحدث. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. الحكومة الموريتانية تقلب الطاولة على الجزائر. الحكومة الموريتانية ترفض الزج بها في حادثة القصف بالمنطقة العازلة وتؤكد عدم استهدافها. وضعت الحكومة الموريتانية حدا لمحاولات نظام الجزائر والجبهة الوهمية الزج بها في عملية القوات المسلحة الملكية المغربية قبل أيام على مستوى المنطقة العازلة بمنطقة عين بنتيلي الأحد الماضي. ورفضت الحكومة الموريتانية المحاولات الرامية لإقحامها في نزاع الصحراء، إذ أكدت أن حادث القصف الذي شهدته عين بنتيلي وقع خارج الأراضي الموريتانية، مؤكدة أن موريتانيا غير مستهدفة من خلاله. وأفاد الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام موريتانية أن مواطنين قضيا في الحادث، موضحا أن الحكومة تترحم عليهم وتتقدم بالتعزية ليسرهم. وخلص الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد بيه أن الحادث كان خارج الأراضي الموريتانية، لافتا إلى أنه لو كان فيه ما يستدعي إصدار بيان من وزارة الخارجية لأصدرته حسب المصادر. هذا ما أعلنته الحكومة الموريتانية الآن منذ لحظات معدودة. نعم نقولها، موريتانيا اليوم تقلب الطاولة على الجزائر، وهذه تعتبر ضربة قوية وغير مسبوقة للجزائر وصنيعتها البوليسة. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا.
المغرب يوقع اتفاقية هامة مع الاتحاد الأوروبي. تم إطلاق مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم في الرباط، يروم دعم قطاع تربية الأحياء البحرية في المملكة المغربية. ويهدف مشروع التوأم المؤسساتي هذا الذي يندرج في إطار برنامج التعاون متعدد القطاعات لإنجاح الوضع المتقدم الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية في مواكبة ودعم إقامة مشاريع لتربية الأحياء البحرية وتزويد الفاعلين في هذا القطاع بآليات عملية للتدبير الجيد للمزارع وتسييرها مع اعتماد مقارنة الأمن البيولوجي. وفي سياق متصل، أكدت السفيرة الفرنسية في المغرب هيلين لوغال أن مشروع التوأمة هذا مع فرنسا سيدعم بشكل كبير تطوير الممارسات الجيدة في قطاع تربية الأحياء المائية، وسيواكب مخطط العمل الذي وضعته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي يهدف إلى توفير آليات فعالة وأساسية لفائدة الفاعلين الخواص لتعزيز موقعهم ضمن المنتجين المسؤولين. وفي هذا الإطار ستتم تعبئة فريق من الخبراء الفرنسيين لتعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين والخواص على مستوى الأمن البيولوجي والممارسات الجيدة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية والمقاربات المتبعة في وضع علامات التمييز على منتوجات تربية الأحياء البحرية الوطنية. ما نراه الآن اتفاقية غير مسبوقة تم توقيعها اليوم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. هل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب لا. المغرب وروسيا. عاجل، المغرب يوجه رسالة عاجلة إلى روسيا. المغرب يريد موقفا روسيا واضحا بشأن الصحراء المغربية قبل اجتماع مجلس الأمن. المغرب يريد موقفا روسيا واضحا بشأن الصحراء المغربية قبل اجتماع مجلس الأمن، والتفاصيل مثيرة. ففي ظل استمرار موقفها المتلبس بشأن قضية الصحراء المغربية، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشين السفير المغربي بموسكو لطفي بوشعرة. تم استقباله بناء على طلبه، وذلك من أجل بحث خلال هذا الاجتماع والطرفان بحثا عدد من الملفات من بينها قضية الصحراء المغربية، وذلك قبل اجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي في 20 إبريل الجاري. وخلال هذا الاجتماع الذي حصل اليوم في روسيا، جرى خلال اللقاء تبادل مفصل لوجهات النظر حول العديد من القضايا ومنها قضية الصحراء المغربية، حيث جدد المسؤول الروسي لنظيره المغربي موقف بلاده بكون الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية سياسي وفق قواعد وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ويرغب المغرب بموقف واضح من روسيا بشأن قضية الصحراء المغربية، ورغم موقف موسكو الذي يميل أكثر إلى أطروحة الانفصال المدعومة من الجزائر التي تعتبرها روسيا حليفا استراتيجيا في المنطقة، والاختلاف في وجهات النظر بين البلدين، إلا أنهما مقتنعان بضرورة الحفاظ على العلاقات بينهما لحاجة المغرب لموقف روسي متوازن من قضية الوحدة الترابية للصحراء المغربية، ولحاجة روسيا للمغرب كمفتاح رئيسي للقارة الأفريقية وكبلد مؤثر في التعاون الروسي العربي. وجدير بالذكر، رسالة المغرب إلى روسيا وهذا الاجتماع الذي انعقد اليوم يأتي قبل أيام معدودة من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي في 20 إبريل الجاري، جلسة تتخصص لملف الصحراء المغربية، حيث سيستمع الأعضاء إلى إحاطة حول جديد المشاورات في الموضوع يقدمها الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصحراء ألكسندر إيفانكو والمبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا، بالإضافة إلى إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية
المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل. هذه كانت تفاصيل الرسالة التي وجهها المغرب إلى روسيا، وأيضا هذه كانت تفاصيل الاجتماع الذي حدث اليوم داخل روسيا. باختصار، المغرب يريد موقفا روسيا واضحا حول الصحراء المغربية، ونقولها الصحراء المغربية إلى رأس الأرض وما عليها. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سلام، كل حبك. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك، يحيى الوطن، يحيى الملك، يحيى الوطن.